غنمشيو للسؤال ثالثا. ألف ثالثا ألف، يعني خصنا نبينو أن إف بريم دو إكس تساوي جوج جي دو إكس على إكس. شنو غندير؟ غنحسب البريم ديال إف دو إكس. إذا غنحسب البريم ديال إف دو إكس، البريم ديال إف دو إكس، فين هو التعبير ديال إف دو إكس؟ هو هذا، واحد زائد لوغاريتم دو إكس الكل أس اتنين زائد واحد هذا إكس أس اتنين البريم ديالو. دونك غنحسب هاد الجبالة. أول حاجة قبل ما نحسب غندير التذكير لواحد الخاصية. مثلا بغيت البريم ديال دالة أس عدد إف أس إن، شنو غندير؟ غنزل داك الأس غنضرب في الدالة البريم ديال الدالة بلا الأس، يعني كندير البريم ديال داك التعبير اللي بين قوسين في الدالة أس إن ناقص واحد، يعني كنقص من هاد الأس واحد. هادشي اللي غنطبق في هاد الحالة هادي. دونك هادي خاص كتذكر فقط باش نعرفو شنو استعملنا. إذا تساوي غنزل هاد الأس اللي هو اثنان، غندير البريم اللي بين قوسين عاد غنقص من أس واحد، يعني جوج ناقص واحد غتولي عندي أس أس واحد اللي هي نيت هاد التعبير بلا ما نبينو داك الأس. واش مفهوم؟ طبقنا ديك الخاصية. بالنسبة لهادي راه وريتكم الخاصية اللي غنستعملو. دونك غنلقاو ناقص جوج اكس، يعني البريم ديال المقام على المقام اس اتنان اللي هو اكس اس ربعة. هادي راه درنا في طبقناها في جي دو اكس. دونك البريم ديال هادي، البريم ديال واحد كيساوي واحد صفر عفوا، البريم ديال الين دو اكس كيساوي واحد على اكس، يعني واحد على اكس في هذا التعبير ناقص، هنا غندير الاختزال اكس اس 3. دونك شنو غندير من بعد؟ غندير التعميل ب 2، غنعمل ب 2 2 عامل لواحد على اكس الين دو اكس ناقص واحد على اكس اس 3. من بعد شنو غندير؟ غنعمل بواحد على اكس، يعني غنعمل بواحد على اكس، غنحيد واحد على اكس من هنا وغنحيد واحد على اكس من هنا. دونك هاد جوج راه غتبقى كما هي. دونك على اكس هنا غيتحيد، غيبقى لي واحد زائد لوغاريتم دو اكس ناقص، هنا الا حيدت واحد على اكس غيبقى لي واحد على اكس اس 2 حيت عندي اصلا نص 3. مزيان، شنو كيمثل لي هاد التعبير؟ الا شفنا مزيان راه نلقاو بان هاد التعبير راه هو نيت ديال جي دو اكس، التعبير ديال جي دو اكس. دونك غندير التعويض. دونك عندي 2 على اكس في جي دو اكس، غنقاد هاد العجب كيما بغاوه، جوج جي دو اكس على اكس. اذا هذه هي الطريقه، ودائما نتوما راه خصكم ديروا الروابط المنطقيه، انا ما كنديرش حيت المهم هو الطريقه ديال الاجابه، نتوما غديروا دوك الروابط لدينا ومنه وبالتالي. اذا دونك غنديروا التتمه ديال السؤال، غنديروا الاستنتاج، غناخذ ورقه ديال التمرين. اوكي، الاستنتاج غنستعملوا ديك القضيه ديال السؤال الثاني في الجزء الاول، يعني جي دو اكس اكبر من صفر وجي دو اكس اصغر من صفر، وغنشوفوا المجالات. باش نفهم، دونك اولا راه لقينا بان اف بريم دو اكس كتساوي 2 جي دو اكس على اكس. بالنسبه للاثنان راه موجب، بالنسبه للمقام موجب، علاش؟ حيت المجموع التعريف ديال الداله اف هي صفر بلس لانفيني، دونك عند اكس موجب. جي دو اكس راه يمكن تكون موجبه يمكن تكون سالبه، راه بيناها في الاول. دونك في المجال، في المجال غنكتب بحال هذه القضيه هذه، في المجال عندي في المجال صفر واحد صفر واحد، لدينا جي دو اكس اصغر او يساوي صفر. اذا
اف بريم دو اكس حتى هي اصغر او يساوي صفر. علاش؟ حيت الا كانت هاد جي سالبه يعني هاد التعبير غيكون سالب، واش مفهوم؟ ومنه اف تناقصيه، يعني الا كانت المشتقه اصغر من صفر كنقولوا تناقصيه على المجال صفر واحد. ماشي بالضروره نكتبوها بهذا الشكل هذا، كل واحد غيكتبها بالشكل اللي بغى، يعني لكل اولا بالرموز الرياضيه عفوا، لكل اكس من صفر واحد لدينا جي دو اكس اصغر من صفر وهكذا. اذا غنديرو اخرى في المجال اش من مجال واحد بلس لانفيني. غنشوف الاشاره ديال الجي في واحد بلس لانفيني فين هي. بيناها في الاول راه بيناها موجبه، لدينا جي دو اكس اكبر او يساوي صفر، اذا حتى المشتقه راه موجبه. الا كانت المشتقه موجبه تتكون تزايديه على المجال واحد بلس لانفيني. اذا هذه هي طريقه الاجابه باش نبينو ان اف تناقصيه على صفر واحد وتزايديه على صفر او لا عفوا واحد بلس لانفيني. اذا غنديرو جدول التغيرات، غنمشيو للسؤال ب ونديرو جدول التغيرات. دونك السؤال ب غندير جدول التغيرات ديال الداله اف. دونك هنا اكس هنا اف بريم هنا اف، يعني تغيرات اف. دونك عندي مجموعة تعريفية صفر حتى بلس لانفيني، عندي واحد قلنا في المجال واحد بلس لانفيني دالة تزايدية يعني موجبة، وفي صفر واحد تناقصية يعني سالبة، إشارة سالبة. دونك تكون عندي بحال هاد القضية. حسبنا الليميت عند بلس لانفيني لقينا فيها بلس لانفيني، حسبنا الليميت عند صفر بلس لقينا فيها بلس لانفيني. هاد الأمور هادي راه ضرورية. إلا حسبنا الصورة ديال واحد في الدالة اف دو اكس غنلقاو جوج، يعني غنحسبو بطريقة عادية غنلقاو اثنان كتساوي اثنان، او من الافضل نكتبوها بالطريقه ديال اف دو واحد من بعد نحسبوها اف دو واحد. السؤال او تتمه السؤال استنتج ان اف دو اكس اكبر او يساوي 2 لكل اكس من صفر بلس لانفيني. شنو غنستعمل في هذه القضيه هذه؟ غنستعمل القيمه الدنويه. دونك عندي اف دو واحد راه قيمه دنويه لدينا حسب جدول التغيرات. جدول تغيرات لدينا اف دو واحد قيمة دنوية. يعني ان اف ديال واحد اصغر او يساوي الدالة يعني اف دو اكس. اف ديال واحد الى حسبناها راه كنلقاو، وبما ان اف ديال واحد كتساوي جوج يعني كنحط بلاصة اف ديال واحد جوج، وحنا توصلنا لديك النتيجة اللي عطاونا. اذا هذه هي النتيجة اللي عطاونا، دائما لكل اكس من المجال صفر بلس لانفيني. يعني كنهضرو في حدود مجموعة التعريف. إذا غنمشيو للسؤال الموالي اللي هو الإنشاء، إنشاء سي دو إف.
إذا رابعا أنصح وناخذ لون مغاير باش نرسم المعلم. دونك انا ما عنديش المعدات ديال الرسم المسطره والبيكر الى غير ذلك، غنرسم تقريبي ياك، ولكن خصنا ضروري نحترموا السلم اللي عطاونا في التمرين 1 سنتيمتر، يعني خصني ندير 1 سنتيمتر ضروري، وحدة القياس هي 1 سنتيمتر، انتم في الدفتر غديروا 1 سنتيمتر، يعني هنا 1 سنتيمتر كل سميتو 1 سنتيمتر. واحد جوج ثلاثة، هادشي راه غير تقريبي. دونك أول حاجة عندي جدول التغيرات، غنعاود نرسم داك جدول التغيرات. دونك عندي تناقصية تزايدية، هنا عندي جوج صفر بلوس لانفيني بلوس لانفيني بلوس لانفيني. أول حاجة غنرسم هاد النقطة هادي، واحد جوج فين هي؟ واحد جوج واحد جوج، دونك هي هادي تقريبا واحد جوج، وعندي هادي قيمة دنوية، يعني خصني ندير واحد المماس ضروري، داك المماس ندير بحال هكا، هذا هو المماس. عندي ديك القضية ديال المقارب، المقارب غنرسم المقارب بلون مغير، اكس يساوي صفر هو المقارب، فين هو اكس يساوي صفر؟ هو هذا، يعني محور الآلة بنيت هو اكس يساوي صفر، يعني المنحنى كيقرب لهذا المقارب هذا كيقرب ليه. عندي عاوتاني الفرع الشيل الجامع، ياك فرع الشيل الجامع اتجاه محور الافاصيل، يعني السي اف غيدور على محور الافاصيل بجوار بلس لانفيني. دونك غناخد اللون الاحمر، قلنا هذا مقارب، يعني المنحنى غيجي من بلس لانفيني من الفوق حتى لهاد النقطة هادي، وهذا مقارب، يعني السي اف كيقرب ليه، هاهو كيقرب ليه، كيجي لهاد النقطة كيكون هنا مماس، وكيعاود يطلع، ياك غيطلع لهاد بلوس لانفيني غيطلع، ولكن عطاونا في التمرين نقطة الانعطاف لا يتم تحديدها، يعني هاد الانعطاف اللي غدير يمكن لك ديرو هنا يمكن لك ديرو هنا أي بلاصة، يعني ما عندكش شي حاجة محددة. قلنا فرع شال جميع اتجاهه محور الافاصيل، يعني السي اف خصو يدور على محور الافاصيل، يدور عليه يدور بحال هكا، دونك غيجي هذا المنحنى هذا حتى لهنا مثلا، وغيدور واحد نقطة الانعطاف ويدور بحال هكا، عندك الحق دير نقطة الانعطاف اي بلاصة حيت ما عطاوناش نقطة الانعطاف بالضبط. دونك هذا هو السي اف تقريبا، نتوما راه ضروري خصكم تقادو داكشي بالمسطره وديروا السلم وتحترموا هاد الاشياء هادي. اذا هذا هو السي اف، وغنمشيو للتمرين او للجزء الثالث المتعلق بالتكامل.